إذا كنت تحاولين الحمل، فمن المحتمل أنك قمت بالبحث على الإنترنت من أجل معرفة بعض المعلومات عن كيفية تلقيح البويضة وأعراضها. في الحقيقة توجد هناك الكثير من الحقائق والأسئلة والمفاهيم الخاطئة التي تدور حول هذا الجزء المذهل من الحمل. لذلك قد حان الوقت لمعرفة بعض الحقائق والأعراض التي قد تشعر بها المرأة عند حدوث عملية تلقيح البويضة. فعلى الرغم من أن بعض النساء لا تعرف أنها حامل إلا عندما ترى نتيجة اختبار الحمل، إلا أن جسم المرأة يشعر ببعض التغيرات منذ حدوث الحمل، فيبدأ الحمل عن طريق تلقيح البويضة بواسطة الحيوان المنوي. بعد ذلك تبدأ عملية زرع البويضة، وهو الوقت الذي تعلق فيه البويضة المخصبة وتزرع بجناح في بطانة جدار الرحم. وعلى الرغم من أن البويضة قد تم تخصيبها قبل أكثر من أسبوع، إلا أنه بعد عملية الزرع فقط يبدأ جسم المرأة في إنتاج هرمونات الحمل، وهو الهرمون الذي يظهر في اختبارات الحمل. تتم عملية تلقيح البويضة عندما يطلق المبيض البيضة في قناة فالوب، حيث سيكون الحيوان المنوي ينتظر في قناة فالوب. وإذا نجحت عملية الإخصاب سوف تبدأ البيضة في الانقسام والسفر إلى أسفل الأنبوب باتجاه الرحم. تستغرق هذه العملية عادة حوالي أسبوع، وبعد حوالي 10 أيام تحدث عملية الزرع، ولكن يمكن أن تحدث أيضا في وقت مبكر عن ذلك. وهذا يعني أنه بالنسبة لبعض النساء يمكن أن تحدث عملية الزرع حوالي اليوم 20 من الدورة، بينما بالنسبة للآخرين يمكن أن تكون في وقت متأخر من اليوم 26 من الدورة. وهذا جزء من السبب في أن حساب أسابيع الحمل قد يكون مربكا. تشعر المرأة الحامل بعدة أعراض التي يمكن من خلالها أن تعرف بحدوث عملية التلقيح. ومثلما توجد علامات لنجاح عملية تلقيح البويضة، توجد هناك أيضا علامات فشل تلقيح البويضة. وبالتالي لابد من معرفة هذه الأعراض لكي تتمكن المرأة الحامل بما قد تشعر به خلال عملية تلقيح البويضة. تشمل أعراض تلقيح البويضة مجموعة من التشنجات تسمى بتشنجات التلقيح، حيث قد تلاحظ بعض النساء بعض التشنج البسيط في وقت قريب من عملية تلقيح البويضة، وذلك نتيجة إلى ارتفاع هرمون البروجسترون. وقد تلاحظ المرأة الحامل وجود نزيف قليل يحدث بعد عملية التلقيح مباشرة، وهو نزيف خفيف يتوقف من تلقاء نفسه ولا يحتاج إلى علاج، ويعاني منه حوالي ثلث جميع النساء الحوامل. وتشعر بعض النساء أيضا بالغثيان، وهو من الأعراض الأولى التي قد تظهر عن عملية تلقيح البويضة. وقد تبدأ المرأة الحامل أيضا في ملاحظة التغيرات التي تطرأ على شهيتها، مثل تجنبها بعض الأطعمة التي كانت تحبها من قبل. ومع نجاح عملية التلقيح وتغير الهرمونات، قد تبدأ المرأة في ملاحظة انتفاخ ثدييها والشعور بالحساسية أكثر من المعتاد. كما قد تشعر الحامل أيضا بالإمساك والانتفاخ، وهو أحد أعراض التلقيح الشائعة. فإذا كانت المرأة تشعر بالتعب أكثر من المعتاد، فغالبا ما يكون ذلك علامة على الحمل المبكر بسبب ارتفاع مستوى هرمون البروجسترون. كما يعتبر الصداع من أعراض عملية التلقيح، وذلك بسبب زيادة حجم الدم خلال فترة الحمل. وقد تلاحظ المرأة شعورها بالضيق من أصعب الأشياء، حيث أن تقلبات المزاج هي علامة شائعة من علامات تلقيح البويضة أثناء الحمل المبكر.